بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل حدود أتربرج، والنهاردة هنتكلم عن الحد الثاني اللي هو البلاستيك ليميت. تعريف البلاستيك ليميت زي ما قلنا قبل كده هو الووتر كونتنت اللي بيفصل ما بين مين وما بين مين، ما بين الحالة الليكويد، آسف، الحالة البلاستيك والحالة السيمي سوليد. لمين؟ للصويل. ده اسمه البلاستيك ليميت اللي بيفصل ما بين الليكويد والبلاستيك، ده اللي هو الليكويد مين ليميت. طيب بنجيبه ازاي الليكويد ليميت دوت؟ انا بجيب التربه بحط عليها شويه ميه وابتدي اعمل شويه كور بالشكل ده، اخد الكور ديت وابتدي اعمل اسطوانه زي ما انت شايفها كده. الاسطوانه ديت مفروض ان هي قطرها كام؟ 3 ملي. بيبقى فيه قضيب كده، برضك هوريك الحاجات دي ان شاء الله في فيديو صغير كده. شايفين القضيب دوت قطره 3 ملي. هو تعريف البلاستيك ليميت ايه؟ هو عبارة عن ووتر كونتنت اللي تقدر تعمل منه يعني ايه اسطوانة او حبل من السويل بقطر كام؟ 3 ملي، بس ما يتشققش. بمعنى لو هو اتشقق، لو انا حبيت اقلله وابتدى يشقق، يبقى هنا المية مالها اللي انت حطه على التربة ديت مية قليلة، زود شوية مية كمان. طب افرض انا ابتدى يجاب مال ايه؟ جاب عندي 5 ملي وابتدى ايه يشقق، لا، يبقى في الحالة دي في مشكلة فيها. يعني القصة ان انت عايز ايه؟ توصل ان هو يبقى قطره كام؟ 3 ملي، ولو حبيت تقلل يبتدي يشقق. يبقى في الحاله دي هو ده البلاستيك ليميت. انا طب هو البلاستيك ليميت هو ووتر كونتنت، يبقى لازم اجيب الووتر كونتنت بتاعه. ازاي اجيب الووتر كونتنت؟ زي ما اتعلمنا هنجيب العلبه الفاضيه، الثلاث علب اللي احنا قلناهم، هي علبه واحده في الاخر، يعني علبه فاضيه وننزلها دبليو واحد، والعلبه الثانيه اللي هي دبليو مين اتنين اللي هي فيها خدت التربه ديت وحطيتها هنا، وبعد كده بحطها في الفرن واطلع دبليو ثلاثة عشان اجيب الدبليو توتال، ومن هنا وهنا اجيب الدبليو اس واجيب الدبليو ووتر. معروف ان الووتر كونتنت بيساوي الدبليو ووتر على الدبليو مين اس. السؤال بقى، انت كده جبت واحده، يعني ممكن تكون ايديك مش مظبوطه. لا، احنا نعمل مره واحده ونعمل مره ثانيه ومره ثالثه ونجيب المتوسط بتاعهم، يبقى هو ده البلاستيك ليميت بتاعنا. ده الحد او حد أتربرج الثاني اللي هو احنا قلنا بيفصل ما بين الحاله اللدنه للسويل والحاله الشبه صلبه. هيتبقى لنا اخر حد ان شاء الله هنقوله في المحاضره القادمه، وهو الشرينكج ليميت.